بالخير والرضا والثقة فيكم انتوا ظهير هذه الدولة، اللي لازم أبدأ الحلقة النهاردة بإني أحييكم من كل قلبي وعقلي ووجداني أنا وكل فريق العمل، وإحنا بنذاكر قد إيه أنتم مكسب هذه الأمة، لأن أنتوا اللي قدرتوا تعملوا فرزكم، وأنتوا اللي قدرتوا تكونوا ضهر بجد لدولتكم، وقدرتوا توقفوا هزل كتير، مرة يجي الهزل من خالد ومحمد وحسنين، ومرة يجي الهزل من كارولين وفادي وجرجس، ودول اللي لسه لحد دلوقتي إما بيلعبوها وهم مش فاهمين لأن جواهم طائفي بشكل أو بآخر، أو بيلعبوها وفاهمين وبيقبضوا عليها، بس اللي بيقبضوا عليها من الطرفين سواء كانوا من هنا محمد وحسنين أو جرجس وكارولين لازم نبقى واخدين بالنا، دول بيقبضوها على حسابنا إحنا كلنا، علشان كده التحية الواجبة ليكوا بجد، أنتوا بس، أنتوا ظهر هذه الدولة بجد، وأنتوا الكتيبة الأولى في جيشها، لأن من غيركم محدش يقدر يظبط المسطرة. تعالوا بسرعة كده نقول من البداية وإحنا متكلمين إن المواجهة اللي استدعاها المكلف عملت نوع من اللخبطة لأداء الدولة اللي بتتنافس في الإقليم، الدولة اللي مستنية إنها تكون من النيل للفرات، والدولة دي تحديداً طول الوقت وهي بتعمل عملية القياس والتخمين علينا بتشتغل باللي هي متعودة عليه، يعني بتشتغل بالصندوق القديم على قد قولكو. الجديد ان دولتكو دولة 3-7 ما بتشتغلش بالطريقة القديمة ولا الطريقة التقليدية، لدرجة ان رموز كبيرة في الاعلام وقع في الفخ لانها لا راضية تشوف ولا عارفة تفهم لانها ما بتبذلش المجهود المطلوب. الكلام ده بنبنيه بناء على ايه؟ احنا قلنا ان الحكاية بتاعت العريش فيها المال القطري وفيها ايد حماس، لان جبل الحلال واللي بيحصل فيه لازم يخنقهم كلهم، وكان المطلوب اختيار حلقة تصنع فيلم كبير ببطولة ضخمة جدا، فالحلقة كانت اختيار الأسر المصرية المسيحية علشان يعملوا بيها المشهد والصورة، والمشهد والصورة كان المقصود بيه ان هم يخرجوا من العريش ويبدو ان في حد رمالهم الكلمة وهم لقطوها وخرجوا، عزز الخوف جواهم، والخروج ده هم قصدوا بيه أماكن بعينها، والأماكن اللي بعينها دي بقدرة قادر كله اشتغل على الإسماعيلية، وفي الإسماعيلية بقى يا ظهير هذه الدولة كان مطلوب صناعة الصورة علشان تروح البي بي سي تعمل تقرير، وتروح فرنسا 24 تقول، وإيمينيست ترمي تقرير، والجمعية الفلانية تكتب تقرير، وكله يصدر اللي هيقبض عليه، وبناء عليه كان مطلوب ان هم يتحولوا من أسر موجودة في مكان مفتوح ان شوية شوية يتوصف في اللغة اياها على انه مخيم، وبعد شوية نتكلم على اللاجئين، ما هي دي الفكرة اللي بيصنعوا بيها الأزمة والمشهد والصورة. لكن لان دولتكم دولة مختلفة والثقة في القائمين عليها لازم تبقوا انتوا اللي لامسينها مش انا لوحدي، لازم ناخد بالنا ان الدولة من اللحظة الاولى ما فتحتش ودانها للهزل، لا بتاع محمد وحسنين ولا كارولين وفادي، ما عندناش وقت نضيعه، المطلوب في المعركة لان احنا في حالة الحرب نفك الصورة، نكسر اداة الحرب اللي بيصنعوها. مين هم اللي بيتم تحريكهم من الخارج؟ طيب عملت ايه الدولة على طول؟ فورا لا شفنا صخرة الدويقة ولا شفنا أزمة سيول في سينا ولا في أسوان، ما شفناش المشهد ده، لكن شفنا الدولة المصرية موجودة في المشهد وبترد أداة الحرب على اللي صدرها، يعني مش هيبقى فيه لا مخيم ولا ملجأ ولا لاجئين ولا صناعة الفيلم. والحكاية لازم تسمعوها من رموز الدولة اللي بسرعة كانت موجودة في المكان. خلوني أبدأ مع حضراتكم من وزيرة التضامن الاجتماعي اللي فورا قررت وفقا للتعليمات، ما احنا متفقين اللي استدعى المواجهة عارف هيفكها ازاي، لانه بما انه استدعاها واستعجلها يعني هو كان جاهز،
مطلوب يبقى مخيم. لا احنا ما عندناش مخيمات، ده كله هيقعد في شقق. لما هيقعدوا في شقق تبقى الحكايه عامله ازاي؟ يبقى انت كسرت الصوره، فكيت المشهد. يعني حاجه تستحق ان احنا نقول للي فكر واللي نفذ من الجهاز التنفيذي شكرا قولا واحدا. تيجوا علشان تكونوا متاكدين، بما ان لسه البعض بيكتب كلام احمق عشان يخدم على اما اجنده طائفيه مش قادر يقلعها من ناحيتين، او اجنده خارجيه. تعالوا نبدا كده ونشوف وزيره التضامن قالت ايه في السكه دي. سالونا عن فتره بقائهم هنا، بعضهم عايز يرجع العريش بسرعه، بعضهم عايز يقعد فتره اطول، طبعا ده بيتوقف على ظروف كل واحد وقدرته. شكلنا لجنه مركزيه في القاهره، دي موجوده في مجلس الوزراء من امبارح بتشتغل للتنسيق، ولكن معالي المحافظ شكل لجنه في الاسماعيليه هنا فيها تمثيل من الوزارات المعنيه، فيها التضامن وفيها التعليم وفيها الشباب وفيها الصحه وفيها ايضا التعليم العالي برئاسه السيد سكرتير عام المحافظه والسيد رئيس مركز ومدينه الاسماعيليه، عشان يتلقوا كل الطلبات ويجاوبوا على كل الاسئله. اتفقنا على اننا هنعمل ملف لكل اسره في كل ظروفها، كل احتياجاتها، لان الحالات بتختلف والطلبات بتختلف. طمنا الناس ان احنا معاهم، وان دي ازمه مؤقته جدا، وان مصر اقوى من كل الكلام ده، وان احنا منتصرين وراجعين ان شاء الله. لا حصل نزوح قهري ولا هيحصل اخلاء من الاسماعيليه قهري. يعني زي ما حصل بالاراده هيحصل الرجوع بالاراده ان شاء الله للاماكن ده. إذن العنوان أزمة مؤقتة، يعني الدولة المصرية اللي تخلي الفرحة في وشي وفي وش حضراتكم كده بتقول اعملوا وصنعوا في الأجهزة اللي انتوا بتشتغلوا فيها، لكن الدولة المرة دي مش هي زي ما انتوا شايفينها قولا واحدا. والأزمة مؤقتة وكل الدول بتمر بأزمات. طيب بما ان فك الصورة كان يعني العنوان الأول إن ما يبقاش عندي مشهد يتم كتابة التقارير واستلام الدعم المادي عليه، فكانت المسألة كل اللي عنده وحدات سكنية، وزارة إسكان، وزارة الدفاع، هيقدم لاستيعاب مؤقت لحين اتخاذ القرار. كل حد مطلوب منه كمان زي وزير التعليم العالي يساعد ويدعم وييسر قولا واحدا وبأمر. وزير القوى العاملة ما فيش حد هيقعد علشان يتلمله فلوس، لا، انت موظف دولة، اما ان انت هتروح منتدب هذه الفترة او هتاخدها اجازة مدفوعة الاجر، لان دي ازمة ولكن ازمة مؤقتة. علشان تعرفوا ان المكلف واخد باله يوم ما استدعى المواجهة، عناصر المواجهة هتاخد اشكال شكلها ايه؟ تعالوا نشوف وزير الإسكان لما بالأمس من بدري جدا قبل ما الصفصطة على الصفحات تشتغل كان مع الزميل الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج كل يوم، وقال الكلام بشكل مباشر. اسمعوه منه كمان عشان تبقوا على ثقة وعلى يقين. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لسه الحقيقة يعني بيتابع معايا موقف الإسكان في مدينة الإسماعيلية ومدى قدرتنا على توفير وحدات بصورة مؤقتة لأهالينا اللي بيتم حاليا عمل ليهم الحصر من الأسر، طبعا الأقباط، الأخوة الأقباط، واللي بتعمل لهم الحصر حاليا من قبل المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي. ووجه سيادته ان بمجرد انهاء هذا الحصر خلال اليومين القادمين، وفي حاله يعني ثبات فعلا ان رغبات هذه الاسر، بتوفير وحدات ليهم فورا من الوحدات الاسكان الاجتماعي اللي احنا كنا مجهزينها بالفعل في مدينه الاسماعيليه، وايضا ان يكون وجه سيادته انها يتم تجهيزها وفرشها لاستضافه اسرنا واهالينا من اسر الاقباط من اهالي العريش، بحيث ان هم يقيموا فيها بصوره مؤقته لحين ان شاء الله استقرار الاوضاع في العريش وعودتهم الى بيوتهم ان شاء الله باذن الله سالمين. طيب احنا هنا لان احنا في بين السطور قدام حضراتكم الدوله موجوده وحاضره وقادره تمارس دور لم نتعود عليه في كل الازمات السابقه، وهنا الدوله بتلغي مشهد الحرب، يعني الهجمة بقت هجمة مرتدة،
وبالأدوات بتاعت حروب الجيل الرابع. هنا بقى في بين السطور هيبقى عندنا بعض الأسئلة. هو يا ترى كل الأسر اللي استشعرت الخوف، مين عزز الخوف جواها، خاصة وإن احنا عارفين إن لم يتم توجيه أي نداء لخروج هذه الأسر، يعني لم تتخلى الشرطة المصرية عن إنها قادرة على حمايتهم هناك، حتى لو في بعض الأخطاء. ما احنا متأكدين إن في الحرب على الإرهاب عمرنا ما هننجح بنسبة 100%. طيب يبقى السؤال ببساطة، مين عزز الخوف؟ هل كان مجرد واحد رمى المصطلح زي الطريقة الياها اللي اتلعبت في 25 يناير وما بعدها، يسقط يسقط؟ يعني في حد جايب الأجندة من برة وبيقول لهم يلا خرجوا ولم عزلكوا، عزز الخوف جواهم؟ ده سؤال، وسؤال منطقي، والسؤال مفتوح، أنا ما عنديش له إجابة، لكن حقي وحقكم، حق البلد دي، حق تعب الجيش والشرطة، حق تعب المكلف، نحط السؤال. لأن كمان مش الطبيعي إن الخروج يكون في ممر واحد، يعني هو ليه فجأة كلهم قرروا أو العدد الكبير منهم قرر يروح الإسماعيلية؟ طب هل يا ترى دي كمان اترمت عليهم اخرجوا الإسماعيلية قريبة، يلا على الإسماعيلية، الأوتوبيسات جاهزة، يلا على الإسماعيلية؟ طب مين اللي رمى العنوان كده؟ وهل ده كمان ما اقدرش اسحبه زي اللي عشناه في يسقط يسقط؟ يعني المسألة لها علاقة بعمل ممنهج، زي بالظبط الأموال القطرية والجزء من حماس اللي اشتغل في صناعة الصورة وصناعة الأزمة في العريش. يعني الحكاية فيها أسئلة محتاجة الإجابة. ليه الناس واحنا في عاداتنا المصرية احنا بنروح على اهلنا، يعني يا نروح عند الام او الاب لو هم على قيد الحياة، يا بنروح عند الاخ او الاخت، يا بنروح عند اخو الزوج يا اخت الزوج؟ ليه احنا طالعين لمكان ملناش فيه حد يستقبلنا؟ هنا لازم السؤال يتحط. ولان الدولة اللي استدعت المواجهة كانت عارفة ان دي ادوات الحرب، فردت بسرعة وما وقفتش عند التفاصيل اللي محتاجة لإجابات كتير. لكن الأسئلة من حقي وحقكم، لأن دي أداة الحرب، إحنا مش في مشهد عادي. وياريت كل الزملاء، مش دايما لما يبقى المشكلة فيها طرف مصري مسيحي يبقى مطلوب استحضار الشخصيات اللي هي أبطال كل المشاهد الطائفية، مش دي الشطارة على الإطلاق. إحنا كده بنروح في مشكلة إضافية، مطلوب مننا نعزز هويتنا المصرية أولا، لأن إحنا مش ضيوف على بعض، الأرض دي بتاعتنا كلنا، والبلد دي بلدنا كلنا، واللي ما عندوش الإحساس ده يروح يتعالج، لأن دي مشكلته مش مشكلتنا. قولا واحدا بقى، فكرة التبرع اترد عليها كمان مع الأستاذ عمرو أديب امبارح، ما فيش حاجة اسمها تبرع باسم أفراد، ده يحط اللي حط التبرع واللي نزل على قناة الطريق والكارما يحطه في مساءلة قانونية، لأن مفيش حاجة اسمها تبرع باسم أفراد، القانون بيقول كده. وبالتالي يا ريت اللي حط صيغة التبرع باسم الكاهن أو الأب المسؤول عن الكنيسة في الإسماعيلية أو غيرها أو أي تبرع بيتم جمعه، أرجوكم خلوا بالكم، اللعبة اللي اتلعبت على المسلمين في مصر بتتلعب على المسيحيين في مصر، وفي محاولة لشق الصف وتجهيز أشياء كتيرة جدا، أولها التمويل، خدوا بالكم. سواء محامين، ما اللي بيلعبوا في دكاكين حقوق الإنسان على الجانب الآخر مسلمين محاميين برضو، واللي عملوا المشاهد إياها في المنيا وفي صفر مريم وفي مجد مكين كمان محامين، بس المرة دي مسيحيين. ومش هقدر أقول أكتر من كده، ياريت ننتبه وياريت الزملاء ما يقعوش في الفخ ده. طيب علشان تعرفوا أن انتوا قلب الموضوع وأصل الحكاية، ما انتوا الجايزة الكبرى حتى لو في حد مصر يلعب بطريقة تانية. المسألة هنا بتقول إن في المصالح السياسة لعبة مصالح، وفي لعبة المصالح كل واحد بيقدم أوراقه،
واللي انت كنت عدوه بالامس مش بالضروره النهارده تكون عدوه. لو البعض مننا مش فاكر ان المانيا كانت بتلعب راس حربه ضد 30 يونيو و3/7 لانها كانت متعشمه ان دوله الاخوان هنا تطلع، هي عندها مشكلتها من الاخوان اللي استقروا من السبعينات ومن الستينات وتخلص هي من ازمتها، يعني كانت مصلحتها. النهارده المصلحه اتغيرت، والمصلحة اتغيرت واعترفت مش بس ب 30/6 و3/7، ان التجربة المصرية في الحرب على الارهاب هي التجربة الجديرة بالدراسة والاحترام. علشان تصدقوني وعشان تعرفوا ان البلد دي محمية بيكو كلكو، تعالوا نشوف المستشارة الالمانية استبقت وجودها في مصر يوم الخميس القادم اثناء الكلمة الاسبوعية اللي بتلقيها للالمان مش لينا، واتكلمت عليكم يا مصر، عليكم يا مصريين ازاي؟ اسمعوا. Frau Bundeskanzlerin, nächste Woche reisen Sie nach Ägypten und treffen den ägyptischen Präsidenten al-Sisi. سيدتي المستشارة، ستزورين مصر للقاء السيسي الأسبوع المقبل، فهل سيتضمن جدول أعمالك مناقشة قانون منظمات المجتمع المدني المثير للجدل والذي أقره البرلمان المصري في نوفمبر الماضي؟ بالطبع سنتطرق لهذا الأمر، فأنا أؤمن بعمل المؤسسات لكونها تشكل جسرا بين مصر وألمانيا، يمكن من خلاله نشر الكثير عن ألمانيا في مصر والكثير عن مصر في ألمانيا، ولكن الإطار العام للزيارة أكبر من ذلك، فمصر دولة مهمة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، كما أن مصر بلد كبير وبحاجة للاستقرار الاقتصادي في ظل النمو السكاني المتسارع بشكل أكبر من نظيره الاقتصادي، وهو ما يؤدي لعدد من المشكلات الاجتماعية والتي تحتاج لحل. الرئيس المصري والحكومة وافقوا على البرنامج الشجاع لصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وألمانيا ستدعم ذلك. نعم، مصر تحتاج إلى إصلاحات، ولكن هناك جانبا آخر مهما لدعم الاستقرار، وهو أن مصر تقع في محيط دول مثل ليبيا والسودان والتي تعاني من درجات كبيرة من عدم الاستقرار، ونحن حريصون على استقرار مصر، خاصة وأن لها دورا مهما في هذه القضايا وتقدم أداء جيدا حتى الآن. والسبب الأخير هو المسيحيون في مصر، فهم يعيشون أوضاعا جيدة جدا فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية، ويتم تقديم الدعم الحكومي لهم، وهو ما يعد مثالا يحتذى به بالنسبة لبلد غالبية سكانه من المسلمين. لدينا أيضا اهتمام كبير لإجراء محادثات مع مصر بشأن التوصل لحل سياسي في ليبيا، فمصر قوة إقليمية لها دور كبير في عملية الاستقرار السياسي في ليبيا إلى جانب الجزائر وتونس. مصر عنصر استقرار مهم في المنطقة، وحققت في وقت مبكر جدا سلاما مع إسرائيل، واحترمت الاتفاقية بشكل جيد خلال هذه السنوات، ولا أرى حل للأزمة الفلسطينية سوى باستمرار العمل لإيجاد حل الدولتين، وهو ما سأتناوله في لقائي بالرئيس المصري. فيجب أن ندرج دول الجوار في هذا الحل بالطبع، ويجب أن يعود الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى المفاوضات مجددا، لكن تبقى دول مصر والأردن حاسمة في هذا الملف. طيب، الحقيقة أن كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت بالأمس، وزي ما حضراتكم شفتوا بالصدفة، يعني الغرب هو شايف مصر بتعمل إيه وبتتقدم إزاي وبيعزز إيه وعايز منها إيه. طيب، خلوني سريعا أروح للمستشار طه الخطيب المحلل السياسي. ويعني سيادة المستشار، بعد مساء الخير، يعني كنت من أوائل من أشاروا لأهمية الحضور الألماني في المشهد المصري وظروفه وشروطه. برأيك كلمة ميركل بالأمس هل كانت يعني صدفة، ولا دي كلمة بتأتي ضمن سياق مهم ليس في العلاقة المصرية الألمانية فقط، وإنما في كل ما يشهده ربما الإقليم والعالم؟ مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا فندم. تحياتي ليك ولمشاهدينا. اهلا بك، اتفضل. عشان نتوقف عند رساله المستشاره ميركل للشعب الالماني، بالمناسبه هذه من الرسائل المهمه اللي بيبثها المستشار بمعدل شهري، هو عندهم اسبوع وعندهم شهر. هذه من الرسائل الشهريه اللي يتم مخاطبه الشعب الالماني
عبر أهم وسيلة إعلام لديهم اللي هو راديو ألمانيا العام أو البرنامج العام عندهم. تمام. وهذا بيجتمع فيه في ساعات الدروع الراديو لكل أفراد طرف الشعب الألماني. من أوصل ميركل لهذه المحطة، لهذه الاستراتيجية اللي تخرج بها تحدد مميزات وقوة وقدرة وإمكانيات الدولة المصرية لمعالجة مشاكلها وقضاياها ومشاكل الجوار، اللي أوصل السيدة ميركل لهذه المحطة هو عظمة الشعب المصري في 30/6 و3/7، علشان بس ما حدش ينسى أنه التغيير حصل يوم 3/7 في مصر. وقدرة الشعب المصري لإيصال قيادة بحجم وقوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بدأ العالم يقرأ ويستكشف مدى قدرته وصلابة إرادته وإرادة شعبه في تحقيق مصالح الدولة المصرية في التنمية والبناء وفي الحضور السياسي والأمني والعسكري في الشرق الأوسط والإفريقي، جعل من دول كثيرة تعيد حساباتها. ألمانيا ليس بالأمس تغير الموقف الاستراتيجي في لدى ألمانيا. ألمانيا بدأت تتحول عام 2014 في علاقاتها مع جمهورية مصر العربية. ولكثير من الناس اللي ما بيعرفوش، سرعة حفر قناة السويس بالقرار والإرادة المصرية كان بالتفاهم مع الدولة الألمانية، عندما سمحت ألمانيا بتزويد مصر احتياجاتها من الحفارات والكركات بوقت قياسي. الكثير ما استمعش وما عرفش مدى تعاون ألمانيا في قطاع الطاقة اللي وصل مستوى 13 مليار دولار، وليس 3 مليار اللي بدأت بهم سيمنز. هناك الدولة الألمانية فتحت اعتمادات ائتمانية لشركة سيمنز لرفع مستوى الاستثمار في مصر والتعاون مصر في قطاع الطاقة. ألمانيا من يتعاون استراتيجيا مع مصر للوصول بمضخات المياه العميقة، للوصول إلى أبار المي في الفرافرة والوادي الجديد والصحراء الغربية لزراعة 1.5 مليون فدان. انت بتتحدث عن اكثر من 800 رمبة او مضخة من المضخات العملاقة اللي بتصل في بعض الاحيان اهم من مضخات البترول. الموقف الاستراتيجي السياسي الالماني بدأ عام 2015 بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا، وذهابه بعد ذلك الى اليونان والتحدث في ملف الليبي. تمام. قال الرئيس موقف واضح انه على الدول الاوروبية تحديد مسارها من الان، هي أين تتجه في الموقف في ليبيا. تمام. ستساعد على الحل أم ستكون عقبة. من الدول التي سارعت وأيدت الاستراتيجية المصرية والموقف اللي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليونان كانت الدولة الألمانية على لسان ميركل. أوضح بعض النقاط في الخطأ في الترجمة الألمانية للكلام اللي قالته المستشارة. فضل. في موضوع مكافحة الإرهاب، السيدة ميركل بتقول اللي بده يحارب يستمر في مكافحة الإرهاب عليه التنسيق مع الدولة المصرية. بالنسبة للإخوة الأقباط المسيحيين، هم أكثر مكان ممكن يتمتعوا فيه بالحرية والأمان في مصر من دول العالم، ما لكش في الشرق الأوسط بالمناسبة. أيوه. استخدمت كلمة العالم مش الشرق الأوسط. أما ما يحدث الآن في شمال سيناء يا أستاذ أماني، النتيجة الانتصارات الجيش المصري وقدرته على ضرب المرتكزات الرئيسية لتجمعات الإرهاب وضبط قواعد التمويل والتخزين والتسليح اللي متورطة فيه دول من إسرائيل وقطر وتركيا، وبقايا الإخوان وحثالة بعض التنظيمات التي تطلب الود من مكان وتغدر في مكان آخر. اللي حصل أنه عندما تصل أنت في ضرباتك القاسية لتجمعات الإرهاب، يلجؤوا للمراحل السفلى من الإرهاب والتسلل عبر المنازل والأزقة والشوارع الضيقة واستخدام السكين والنار. فمن هنا حصلت بعض الأحداث وحصل قبلها، يعني اغتيال شيخ قبيلة في العريش، وقتل مدرس، وقتل نائب سابق. تمام. قتل كثير من الناس يعني بالطريقة هذه المبتذلة. لكن السؤال اللي طرحتي حضرتك هو الذي يبحث عن إجابة، مين اللي أسرع وروج للناس هدول بمغادرة منازلهم؟ وهم أنا سمعت جزء منهم بالمناسبة طبعا
متمسكين وبدهم يروحوا بكره لبيوتهم، ناس عندهم ارض بيزرعوها وعندهم بيوت ساكنينها ساكن موطنهم يعني. تمام. اللي تدافعوا للذهاب لتجمعات وصولهم في الاسماعيلي من باب التضامن يا اخي، اللي بده يتضامن عندك صندوق تحيا مصر، وثبتت كل التقارير الدوليه انه افضل صندوق فعل في مصر ويستفاد منه يوميا مش سنويا صندوق تحيا مصر. اللي بده يتبرع يتبرع في صندوق تحيا مصر. بالضبط. بشكرك بلاش المتاجره في القصه يعني. صحيح. بشكرك سياده المستشار، شكرا جزيلا للمستشار طه الخطيب. واعتقد انه ضمنيا سياده المستشار شاف انه من حقنا نطرح هذا النوع من الاسئله، ويا ريت بجد الكنيسه المصريه بسرعه مكتب البابا يراجع، لانه وفقا للقانون لا يحق لاي شخص انه يكون في حساب باسمه، لازم الحساب يكون باسم الكنيسة بفرض في احتياج للحساب أصلا، والدولة تعاملت مع أداة الحرب في صناعة المشهد. علشان تعرفوا وتفتكروا معايا لما تكلمنا مع بعض وقلنا أنه في لعبة المصالح التجربة المصرية هيجي وقت وهنقايد، الدولة المصرية هتقايد بخبرتها في الحرب على الإرهاب مع الدول الأوروبية تباعا. وإذا كانت المستشارة الألمانية بنفسها قالت الكلام ده لشعبها قبل ما تيجي وتتكلم فيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمان لازم تبقوا عارفين إن وفد مهم من عندنا مع الفرنسيين وبيتكلم في نفس الموضوع، علشان ده وقت تصدير، وبما إنه تصدير يعني يساوي فلوس يساوي قيمة، وده جزء من الجديد في اقتصاد كل عمركم ما حد قال لكم عليه لا رجال اعمال ولا غيره. مصر النهارده هتقدر تقايد بخبرتها في الحرب على الارهاب. الدوله الفرنسيه اوريدي في هناك بالفعل وفد مصري رفيع وبيفاوض على الخبره المصريه في الحرب على الارهاب، والمستشاره الالمانيه بتتكلم عن ده. طب هل يا ترى ده معناه ان الرئيس السيسي زي ما قال سياده المستشار دلوقتي بكل يعني الاراده التي يمتلكها ويمتلكها معه ظهيره حضراتكم، لان انتوا مفخره اللحظه الحقيقيه، انتوا الشعب المصري الحقيقي، هل المساله بس الحرب على الارهاب ولا التجربة المصرية في كل ما لها وما عليها اللي دايما هو بيقولها لنا ويعلمها لنا؟ تعالوا أسمعكم مقطع من السنة اللي فاتت، يعني مش من النهاردة، علشان تشوفوا ازاي المستشارة بتقول بمفردات وكلمات الرئيس السيسي، وازاي المشهد في فرنسا كمان بيتماس مع لغة وموقف ورؤية الدولة المصرية متمثلة في اللي أعلنه الرئيس السيسي. اسمعوا. المهتمين بسجل حقوق الإنسان والحريات يعرفوا أن في عندنا مشاكل ضخمة جدا، هي حياة 90 مليون مصري في ظل إرهاب بيحاول أنه يضرب أمن واستقرار الدولة ديت، وإذا ضرب أمن واستقرار مصر يعني بمنتهى القوة هو ضرب أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل. مصر دولة مش قليلة، مصر دولة قوية كبيرة عدد سكانها ضخم جدا، تستطيع باستقرارها أنها تحقق الاستقرار لبقية المنطقة بالتعاون مع الأصدقاء الفرنسيين. خلوني أطلع بقى للفاصل سريعا علشان نرجع نستقبل سيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود، نائب رئيس جهاز المخابرات الحربية والمستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، لأن الحقيقة لا هنتكلم النهاردة ولا امبارح ولا بكرة عن مشهد جبل الحلال. عايزة أقول لكم عنوان ربما يخليكم تقدروا تستنوني وبسرعة. تفتكروا معركة رأس العش كانت فاصلة وهمة وخطيرة إزاي؟ طيب هل البعض من حضراتكم فاكر تاريخ إغراق المدمرة إيلات اللي أعاد للبحرية المصرية بعد هزيمة 67 رونق شكله إيه؟ اللي بيحصل في جبل الحلال مش أقل من المعارك دي على الإطلاق إن لم يكن يفوقها. بعد الفاصل. كل الخير والود والثقة في حضراتكم سريعا للواء أركان حرب ناجي شهود، نائب رئيس جهاز المخابرات الحربية والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم.
مساء النور يا فندم، واهلا بيكي وبالساده الزملاء المؤدين خلف وامام الكاميرا والمصريين العظماء. ربنا يخليك. شعب مصر العظيم. طيب انا حابه لو نبدا من جبل الحلال استشعر، وانا مش في تخصص حضرتك العسكري، بشكل عسكري بحت، هل احنا امام معركه بقوه معركه راس العش؟ هل احنا قدام معركه زي معركه اغراق المدمره ايلات؟ هل احنا خططنا للمعركه دي من فتره طويله؟ هل احنا داخلينها واحنا النهارده في مشهد مختلف؟ احنا عايزين نفهم ده، لانه كمواطن مصري عادي مش عسكري، فاحنا ما عندناش البعد ده، ومش قادرين نستشعر بان في معركه بتخطيط، مش مجرد تعامل مع افراد ارهابيين. طيب لو سمحتي لي عشان استكمل الحوار اللي حضرتك كنت بتكمليه مع الساده المشاهدين، فرصه عشان ما اقطعش سلسله افكارهم. حضرتك كلمتي على المحطات الاجنبيه اما استثمرت الامر بتاع العريش. ارجو من الاعلاميين المصريين، الشعب المصري فيه من الذكاء القدره على ان يلمح الطيب من الرديء والغس من السمين. يا اعلاميين خليكم صرحاء مع المصريين، خلاص اترفعت الوصايا عن المصريين. على قد ما هنكون صرحاء وواضحين مع المصريين في كل ما يحدث على أرض مصر المليون كيلومتر مربع، على قد ما كل المحطات دي مش هتلاقي عيش تاكله، لأن انتوا عايزين تعرفوا إيه الحقائق. إحنا بنقولها يا إعلاميين يا مصريين، إحنا بنقول كل الحقائق بتفاصيلها بمنتهى الدقة ما لنا وما علينا. هقطع خط الرجعة على كل من تسول له نفسه أنه يلعب من تحت الحزام ويقبض والكلام الفارغ ده. أرجوكي وأرجو كل الإعلاميين، وأعرفوا هتقفوا أمام رب العباد في حساب عسير، والله هتقفوا في حساب عسير يا استاذه مني. ما اقصدكيش، انما بقول انتبهوا يا مصريين، المصريين قارئين لكل ما يحدث ولكل ما يقال وبيفرزوا. مش معنى ان هم ما هاجموكوش يا اعلاميين ان هم بيندحك عليهم، لا لا، هم لا بيهاجموا وبيكتبوا اراء، هم سايبينكم. النقطه الثانيه الحلال، النقطه الثانيه يا فندم، ارجو ان الساده الوزراء والساده المحافظين ما يستلموش تعليمات من سياده الرئيس. سياده الرئيس ده عقل انسان وجنبه شوية مجموعة من المعاونين، كل وزير وكل محافظ وكل مسؤول بينطلق مباشرة لشغلته ومهمته في أوامر مستديمة لكل وزارة وكل محافظة. في مشكلة هنا أنا هجري أعمل إيه؟ أما سيادة الرئيس هو اللي يرفع السماعة بعد 6 ساعات يقول لهم شكرا أنا شايف إن أنتوا ناس محترمين، إنما سيادة الرئيس يوجه عشان نتحرك شيء قاتل، بقتل الناس ما ينفعش. النقطة الثالثة فن الموقف السياسي لدول أوروبا، وإن كان هناك توجه عام للغرب من أمريكا وأوروبا تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل أو آخر، إنما دول أوروبا قارئة لمصلحتها طبعا، وعارفة الصح فين، ومصر هتقع ولا مش هتقع، وهتكمل ولا مش هتكمل، وعارفين مصلحتهم فين، وبيقتربوا حسيسا من مصلحتهم عشان محدش هينفع حد. بالظبط كده، مصلحتهم فين، بيدوروا على مصلحتهم. تمام. نقطة اللي أثرتيها من نيل للفرات، أيوة المخطط موجود، وأنا هسبق الموضوع ده، أنا كنت مأخره للآخر إنما هسبقه. إسرائيل عندها مشكلة معنا، المشكلة إن إسرائيل رغم إن ملهاش حدود مع أي دولة في الدول المحيطة بها، لأن ده أرضها من النيل للفرات، إنما دخلنا في مشكلة معها صغيرة في معاهدة السلام. مضت في معاهدة السلام المادة الثانية تحترم الدولتان مصر وإسرائيل الحدود ما بينهما، وهي الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وتحترم المياه الإقليمية والأجواء. دي مادة والمعاهدة مودعة في الأمم المتحدة. النقطة الثانية يا أستاذ أماني، اختلفنا وهم الحقيقه اختلفوا وورطوا نفسهم شويه وخدونا ورحنا لمحكمه العدل الدوليه في طابه على 1020 متر في طابه، ومضوا 5 حكماء 5 قضاه محكمين سويسري والماني وفرنساوي واسرائيليه ومصري، ومضوا ان اخر 1020 متر دول مصريين ودي حدود ما تمسش. طيب نكمل الدايره، طب طول ما سينا هويتها مصريه اسرائيل ملتزمه بالمعاهده، طب إذا تغيرت هوية سيناء ومبقتش مصرية، بقت ولاية، بقت مصر حدودها قناة السويس، إسرائيل بقت في حل من معاهدة السلام والالتزام بهذا. بس أنت كده وضحت لنا الحكاية، هي بتلعب معنا وبتضغط ليه؟ تمام. علشان تشيل الهوية المصرية عن سيناء. الله يرضى عنك. والبروتوكولات اللي أنا يمكن اديت حضرتك نسخة من الموجز لها قبل كده أو أسيب لك نسخة، اقروا فيها، وأنا بشرح الكلام ده للدارسين واللي بيحضروا معانا في الأكاديمية، بقول لهم انتبهوا، نقرأ الأمور ببساطة شديدة ونفكر في اللي جاي. شعب مصر، يا شعب مصر يا عظيم يا رائع، اللي بقوله للدارسين في 73 وأنا نقيب صغير سن في الترس اللي بيدور بتاع القوات المسلحة، ما كنتش عارف أنا بعمل إيه. بعد ما فات 7-8 سنين لقيت إن أنا
كتب المدارس اتكتب فيها ان المصريين عملوا كذا وكذا، وانا كنت مشارك، انا النقيب ناجي كنت مشارك. انا كتبت التاريخ يا استاذ اماني، يا مصريين اللي عملتوه في 2011 وفي 2013 واللي عملتوه اما نفضتوا نفسكم وشلتوا التراب من عليكم، واللي انتوا بتعملوه النهارده وفي كل ساعه ده تاريخ بيتكتب 10 سنين وكتب التاريخ هتتنقح وهتقول المصريين عملوا ايه في هذه المرحله. متاكده وازاي انتوا هتقولوا لاولادكم انا كتبت التاريخ، انا وقفت في الشارع ده، انا نزلت هنا، انا بيت هنا، حميت دولتي، انا رفعت العلم، انا حميت البنك ده، انا حميت المؤسسه دي، انا حشت دريت على المؤسسات عشان ما تنتهكش ومحدش يهدها. انتوا بتكتبوا تاريخ، اوعوا يا مصريين، اما التاريخ والزمن يعدي يبقى شاهد عليكم مش شاهد ليكم. وبالذات مصر مصانه بالكتب السماويه الثلاثه، التوراه والانجيل والقران في كل المواقع، ده هو اللي قلقهم. طب تعالى وديني للتاريخ الجديد اللي بيتكتب في جبل الحلال. طيب عشان جبل الحلال يا ريت بس انا هيحطوا عندنا خرائط بس. طيب. عايزاك تشرح للمواطن الاول. طيب هل دي خطه؟ هل احنا بجد قدام لحظه مهمه؟ مطلوب يا استاذ اماني تغيير هويه سيناء بشكل او اخر. لازم تتغير هويتها. طب هل هينجحوا في هذا ولا لا؟ ده اللي انتوا يا مصريين بتخططوه وبترسموه. مسألة ليه جبل الحلال؟ الأول كلمة الحلال عشان الناس تتساءل إيه يعني إيه الحلال؟ ليه الحلال؟ الغنم عند البد واسمه الحلال. وعشان جبل الحلال مسطحه كبير، يعني أبعاده بتصل لحوالي 30 كيلومتر تقريبا. فوق عرضه بيتراوح ما بين 12 ل 17 كيلومتر. المساحة دي فيها حوالي 500 جد. كيلومتر. لأ المية ما بتنزل معيها وطبيعة الجبل جرانيتية، فالمية ما بتنزل بتعمل حوالين الجبل ده كله في سفح الجبل نباتات وعشب ينفع الغنم، فكانت الغنم كلها بترعى في هذه المنطقة، سمي جبل الحلال. وهي النقطة الحمراء يا فندم بتشير إلى جبل الحلال. تمام. أنا يهمني أن النقطة الحمراء شمالها مدينة العريش على مسافة حوالي على البحر هناك على البحر العريش الخضرة دي حوالي 70 كيلو، وشرقها خط الحدود الدولية بمسافة حوالي 50 كيلو. تمام. وشمال شرقها قطاع غزة، وده حماس القنبلة الموقوتة اللي برضو هسبق وهرجع، مش هسيب الحلال لما أفصص بس هرجع لغزة. لأن سنة 2005 إيريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي بص لقطاع غزة لقى مساحته 365 كيلومتر مربع. بقول كلامي على الملأ واسمعوا يا ناس عشان الكلام ما يتوهش مننا. المساحة دي كان فيها 1,300,000 نسمة مواطن غزاوي. وكان زمان تحت الإدارة المصرية. من 48 ل 67. لو في المقطاع ده 8,600 مستوطن في حوالي 18-19 مستوطنة، صدق من الكنيسة وسحب المستوطنين جوه القطاع جوه حدود في إسرائيل. ليه؟ المرأة الفلسطينية مرأة ولادة تعمل 7-8 بطن 10 بطن بتجيب عيال. المرأة اليهودية مش جدباء مش خصبة. هذا الامر معناه ان القطاع ده في توقيت ما هينفجر. النهارده انت عارفه حضرتك غزه فيها كم سكان قد ايه؟ فيها 2,200,000. كمان 10 سنين بحد اقصى هتصل ل 3 مليون. القطاع هينفجر هينفجر. اما إيريل شارون اخلى محور فيلادلفيا وسابق 13 كيلو 800 متر وسابهم من غزه لمصر عشان الانفجار يبقى في هذا الاتجاه في اتجاه سيناء. سيناء تحل مشكله المنطقه. إسرائيل اللي مساحتها 20,000 كيلومتر مربع وسيناء اللي 60,000 كيلومتر مربع تتحل مشكلة غزة والفلسطينيين وإسرائيل بالاستيلاء على سيناء بشكل طيب أو آخر والسيطرة على سيناء. موافقة جدا 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 على الكلام ده، بس هستأذن حضرتك هطلع فصل قصير جدا وهنرجع نلتقط فيه بس النفس عشان المعلومات تدخل كويس. موافق؟ على مضض. على مضض. إلى الفاصل. بكل الثقة في حضراتكم سريعا لسيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود. سيادة اللواء، جبل الحلال. جبل الحلال هو أقرب الهيئات الطبيعية الصعبة من خط الحدود في الاتجاه الشمالي الشرقي مع إسرائيل. بينه هو أقرب منفذ الناس تهرب وتلجأ ليه. جبل الحلال فيه في سفوحه في تحت ناس عايشة من قبائل التياهة والطرابين وقبائل بترعى وعايشة. والبدو ما فيهمش الخيانه اللي الناس بتحاول تصورها وتعمل لي فصل ما بين بدو سينا
وقلب الوادي، لا. بس زي ما انتوا عندكم في اسرتك واسرتي شباب خيبان مغيب عقله، برضو البدو فيهم الشباب ده اللي بيحرم انه ياكل مع اهله ويحجم البنت. جبل الحلال بما انه اقرب منطقه هو منطقه مهرب، تركبته في كهوف عميقه يصل عمقها ل 150 و200 متر، كهوف متعدده. زي ما قلت لحضرتك الجبل مساحته حوالي 500 كيلومتر مربع، 30 كيلو في 17 كيلو ولا 16 كيلو عرض، صالح للاخفاء وللاختباء، والكهوف صالحه ان هي تخزني فيها اللي انت عايزاه. ولكن الموضوع مش غايب عن القوات المسلحه. القوات المسلحه جبل حلال اما تصوريه سواء بالطائرات الموجهه بدون طيار او باي طيارات بيبان فيه المسارب، وهتدخلي الكهوف دي يا اما بطياره يا اما من خلال المسارب، والمسارب بتبان الحركه. انما لن تستدرج القوات المسلحه المصريه للدخول الى في الممرات الى حرب العصابات. ليه؟ لان دي احد ادوات حرب الجيل الرابع، ان انا اخد الجيش وهز هيبته وكرامته وكيانه وادخله في معركه مع جماعات وعناصر متطرفه افئد كيان القوات المسلحه. عشان كده القوات المسلحه مخصصه قوات لانفاذ القانون، هي دي القوات اللي بتعاون الشرطه المدنيه في تنفيذ مهامها بامكانيات اعلى واكثر وفره وقدره على تنفيذ هذه المهام. الجبل في قبل ما يقينا بتيجي معلومات تباعا بكل المصادر، بمصادر البشر ومصادر المعدات ومصادر القوات الجويه ومصادر المتعاونين، كل دول بيصبوا المعلومات. ما بيحصلش مهاجمه للموقع الا لما يبقى فيه تاكيد ان الموقع ده الكهف ده مظبوط والعمل فيه هيبقى فعال وايجابي، عشان القوات المسلحه تبقى حافظه هيبتها. ومش معنى القوات المسلحه بتعلن يوم ان هي قبل كده باسبوع ولا 10 ايام كانت مريحه، لا، الامر تباعا عمليه صغيره هنا عمليه صغيره هنا بترسم وبتلم العناصر دي وتلمها في كهوف وشقوق وتتمسك في كهوف وشقوق. بس اسمح لي سياده اللواء، جبل الحلال اسم تردد كثيرا حتى من وقت الرئيس مبارك، وطول الوقت كان معروف ان هو زي ما حضرتك ذكرت ممراته ضيقه عرضها ضيق الكهوف العميقه هو مكان للاختباء وللتخزين، لكن كمان مفيش ولا مرة اتصدر ان في عملية بهذه القوة او بهذه الطريقة. اللي عكست بالنسبة لواحدة زي ان في خطة المرة دي محطوطة بالفعل وكأننا قدام معركة مرسومة. طيب استاذ اماني، احنا خدنا تسلسل تتابع الاحداث السنين اللي فاتت من خط الحدود الى رفح الى الشيخ زويد الى العريش الى جنوب العريش، احنا بنلم ونحصر، بنلم ونحصر، القوات المسلحة بتلم وتحصر. الأرض في سيناء مش زي الترابيزة المكتب اللي قدام حضرتك يتمسح بالصورة دي، لا، الأرض دي وفيها كهوف وفيها مخابئ وفيها ناس مش مظبوطة، وفي أنت بتشتغلي وعينك على كل مواطن آمن وبريء إنه ما يتلطش. أيوه في مخطط مش لجبل الحلال، جبل الحلال في حد ذاته مش هدف، مش هتستولي عليه الارهابيين ويقولوا احنا عملنا مستعمره جبل الحلال. لا هو جبل الحلال متوى للدخول والهروب، منطقه تمركز، منطقه دوريات، منطقه عمل وهكذا عشان يخرج منها. انما انت مع الوقت بتحصري بتلمي بتحصري بتضيقي وبتحصري وبتضربي. هتكمل الامر اما السيد وزير البترول يطبق لي منظومه الوقود على كل بدو سيناء اهل سيناء، ويدخل الوقود الى شرق القناه بحساب وتقنين. اللي بيتحرك ده بيتحرك بعربيات وبمعدات. طب اذا انا فرملت الحركه دي، انا جربت المعاناه وانا في الحصار لاربع شهور وشفت يعني ايه 100 لتر الوقود وازاي القائد بياخد 5 لتر في اليوم يمر بيهم على وحداته. طب ما اقنن الوقود اللي داخل هنا عشان اساعد القوات المسلحه في السيطره، ومش كل عربيه 4x4 فلتانه بتشتغل. العربيات احصر العربيات اللي موجوده في استكمالا لمنظومه العمل. ارجع لجبل الحلال، اسرائيل وحماس ليهم علاقه بجبل الحلال؟ اسرائيل وحماس، جبل الحلال مش هدف في حد ذاته، جبل لا الحلال لا كمكان، احنا كجغرافيا يعني مكان ايواء مؤقت. انما اسرائيل وحماس عينها على هتودي ال 2.5 مليون مواطن تغيير هوية سيناء كلها، يروح تغيير سيناء كلها. مش جبل الحلال منطقة إيواء وخروج، منطقة للدوريات، تمركز الدوريات فقط. ما نديلوش أكتر من قيمته، وأنا حبيت أحطه
يعني الخريطه وافرد برضو. انا مصر، انا عارف حضرتك قلت لي الخرائط، انما هفردها قدام الشاشه عشان الناس تشوف ان جبل الحلال في حد ذاته قياسا على سيناء لا يمثل قيمه. لا، هو بيمثل قيمه في طبيعته الجغرافيه، قيمه في دي تله مرتفعه بالزبط. وبالتالي عندها ممرات ضيقه، الناس مش سهل الحركه فيها. الممرات أصلاً، والممرات دي تم اصطياد الشرطه المصريه فيها حضرتك فاكر في زمن الرئيس مبارك. طيب، لما دخلت الشرطه جبل الحلال يا سياده اللواء، والصحافه المصريه كتبت وقتها وتم اصطيادهم عشان مش شغلتهم، بس عشان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عشان لما اتلغمت المسارب والمداءات اللي طالعه هي مش ممرات ضيقه، هو عشان دي طبيعه جبليه، ففي انت بتنقي الارض السهله وتمشي فيها. ده مسرب، المسرب ده مش واسع، مش عرضه 30 40 متر، ده جايز يبقى 3 4 متر المسرب اللي بتمشي فيه. انا فهمت وقتها يا فندم انه عشان في المنطقه جيم، فبالتالي وقتها كانت القوات المسلحه كمان مش في المنطقه. برافو عليك جيم يا استاذه منى اماني. المنطقه جيم مالهاش علاقه بالجبل الحلال، جبل الحلال في المنطقه به معلومه خاطئه ومدرك في الويكيبيديا في وسائل التواصل الاجتماعي والنت والكلام ده، ان جبل الحلال طوله 60 كيلومتر. خطا، جبل الحلال لما بقيس ابعاده بقيسها من الارض اللي تحتيه، الارض اللي تحتيه مش منسوبها صفر، منسوبها 200 ل 250 متر. عشان كده ما ابص على جبل الحلال الاقي ارتفاعه ما يزيدش عن 600 700 متر في الواقع. ليه؟ لان الارض اللي بقيس منها ببص عليها دي 250 متر. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نائب رئيس جهاز المخابرات الحربيه والمستشار باكاديميه نصر العسكريه العليا اللواء اركان حرب ناجي شهود، نورتني. هو الوقت خلص فن؟ والله خلص، عشان حضرتك خدتي كل الوقت قبل ما اجي. حقك علي، انا اسفه. لا، انا اللي بشكرك وبشكر مشاهدين وبشكر طاقم العمل. ربنا يخليك، ربنا يوفقك حضرتك. وخلوني اقول لحضراتكم يا رب يتجدد اللقاء بالخير والرضا والثقه الدائمه فيكم وفي المكلف كمان. الى اللقاء.